أُسئل الستار يوم أمس عن مباريات الدورة 28 من البطولة المغربية الاحترافية والقسم الأول، والتي عرفت نتائج مهمة أبرزها النتيجة الكبيرة التي فاز بها نادي الفتح الرياضي الرباطي على نظيره صوفيا برشيد بخمسة أهداف دون رد، وخسارة مولودية وجدة أمام نهضة الزمبرة بهدفين لهدف واحد. أما فريق الجيش الملكي زعيم البطولة الحالي فانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لشباب السوالم الرياضي. واتحاد طنجة الذي كان سباقا للتسجيل على نادي الرجاء الرياضي البيضاوي هذا الأخير عاد في النتيجة وانتهى اللقاء بهدفين لواحد. أما نهضة بركان فقد حققت انتصارا بهدفين لصفر على شباب المحمدية، فيما خسر الوداد أمام أولمبيك سفي بهدف لواحد. وقبيل ذلك بيوم انتصر الاتحاد الرياضي الثوارجي على المغرب التطواني بهدف لصفر، فيما تعادل المغرب الفاسي مع حسنية غدير هدفين لكل فريق. وبهذه النتائج أصبح الزعيم الجيش الملكي في المركز الأول مذبوعا بالرجاء الرياضي البيضاوي بفارق نقطة، فيما تقهقر النادي الوداد الرياضي البيضاوي إلى مراكز متدنية في أعلى سبورة الترتيب، في انتظار ما ستسفر عليه الجولتين القادمتين والتي ستعرف ديربي الرجاء والوداد. إلى اللقاء في فرصة قادمة، والسلام عليكم.